بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ الصف الثالث الابتدائي دارسي منهج كامبريدج، اهلا ومرحبا بكم. النهارده في الماس بناخد درس which game is which. بقول هنا here are three unfinished HTO games. دول تلات العاب. تلات العاب دول عبارة عن، بقول لي HTO، ال H اختصار كلمة 100 يعني المئات، وال T اختصار tens العشرات، وال O اختصار once الأحاد. يبقى here are three unfinished HTO games، يبقى دول تلات ألعاب من المئات والعشرات والأحاد. The learners were trying to make the lowest number، اللعيبة هنا بيحاولوا يعملوا أقل رقم. The highest number، وأكبر رقم. And the closest number to 500، وأقرب رقم إلى 500. في اللعبة الأولى أو في جيم 1، بلاير نمبر 1 عمل في التنس حط 5، في الونس حط 7. في اللحظة دي بنقول الرقم ده بنقراه 57. اللاعب الثاني حط في التنس 3، حط في الونس 8، يبقى الرقم ده 38. يبقى الرقم واحد أو اللاعب نمبر 1 عمل رقم 57، لاعب رقم 2 عمل 38. في جيم نمبر 2، بلاير 1 حط هنا في ال 100 حط 4، في الونس حط 9، في التنس ما حطش حاجة، فاحنا هنحط 0. لما نحط هنا 0 يبقى الرقم ده كده 409. بالنسبة لبلاير نمبر 2، حط هنا في التنس حط 7، في الونس حط 2، يبقى الرقم اللي حققه هنا 72. في جيم نمبر 3، بقول لي بلاير نمبر 1 حط في التنس حط 5، في الونس حط 1، يبقى الرقم اللي عمله هنا 51. في بلاير نمبر 2 حط هنا في ال 100 حط 6، في الونس حط 2، في التنس ما حطش حاجة، يبقى هنا الرقم ده 602. عندي هنا في نمبر 1 بقول لي here are 4 digits، أربع نمر أو أربع أرقام. بقول لي هنا في إيه؟ make the biggest 3 digit number you can with any 3 of these digits. معناها هنا كون لي أكبر رقم تقدر تعمله من الأربع نمر دول. أنا عندي هنا عشان أقدر أكون أكبر رقم لابد أجي على أكبر digit فيهم اللي هو 9، بنحطه على الشمال. الأصغر منه مباشرة اللي هو 7 بنحطه بعده، الأصغر منه مباشرة اللي هو 4 بنحط بعد، ومن هنا بنقول the biggest 3 digit number نقدر نكونه من الأربعة digit دول اللي هو 974. عندي في بي بقولي make the smallest 3 digit، عكس دي بالضبط، ولكن هنا بقولي make the smallest 3 digit، اعمل أصغر رقم you can with any 3 of the digit in question 1. يبقى اعمل أصغر رقم في ايه؟ بقول لي make the smallest 3 digit number you can with any 3 of the digits in question 1. اعمل أصغر رقم تقدر تكونه من الأربعة أرقام دول. أنا عندي هنا عشان أقدر أكون the smallest 3 digit number، عشان أكون أصغر رقم ممكن، باجي على أقل رقم في الأربعة دول اللي هو 1 وبنحطه على الشمال، والأكبر منه مباشرة اللي هو 4 بنحطه بعده، والأكبر منه مباشرة اللي هو 7 بنحطه بعد. يبقى the smallest 3 digit number نقدر نكونه في B اللي هو هنا 147. في نمبر 2 بقول لي what is the largest 3 digit number you can make with a set of digit cards. ايه هو اكبر رقم مكون من 3 digit you can make، تقدر انت تعمله من مجموعة الارقام بتاعة الكروت. عندي هنا a set of digit cards، ايه هما اللي هما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. يبقى أنا لو أنا عندي كروت ومكتوب عليها أرقام، هيبقى مكتوب عليها from 1
29. عندي هنا بيقول لي what is the largest 3 digit، هو اكبر رقم تقدر تكونه من الثلاثه من دول ايه هو؟ هنجيب اكبر رقم اللي هو 9، الاصغر منه مباشره اللي هو 8، الاصغر منه مباشره اللي هو 7، وبالتالي largest يبقى the largest 3 digit number، اكبر رقم مكون من 3 ارقام نقدر نكونه من الارقام دي اللي هو 987. في بي بيقول لي what is the largest 3 digit number you can make with a set of hundreds، يبقى ايه هو اكبر رقم تقدر تكونه من مجموعة المئات tens ومجموعة العشرات and ones ومن مجموعة الاحد place value cards. عند هنا بنقول a set of hundreds، مجموعة المئات اللي هي ايه 100 200 300 400 500 600 700 800 900. يبقى دي مجموعة المئات. a set of tens، مجموعة العشرات اللي هي ايه 10 20 30 40 50 60 70 80 90. عندي a set of ones، مجموعة الأحاد اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى أنا عندي دي مجموعة المئات، دي مجموعة العشرات، دي مجموعة الأحاد. يبقى عندي أكبر رقم في مجموعة المئات اللي هو 900، أكبر رقم موجود في مجموعة العشرات اللي هو 90، اكبر رقم موجود في الاحاد اللي هو 9. يبقى انا عندي هنا لو جمعت 900 بلس 90 بلس 9 نطلع فوق هنا ونشوف، يبقى 900 بلس 90 بلس 9. يبقى عندي هنا بيقول لي what is the largest 3 digit number you can make with a set of hundreds، يبقى اكبر رقم مكون من 3 ارقام او من 3 digit نقدر نكونه من مجموعة المئات ومجموعة العشرات ومجموعة الاحاد اللي هو نقول ايه 900 بلس 90 بلس 9 equal 999. في نمبر 3 بيقول لي what is the smallest 3 digit، هو ايه هو اصغر رقم نقدر نكونه برضو من 3 ارقام you can make with a set of digit cards. احنا عندنا set of digit cards او set of ones او مجموعة الاحاد، يبقى a set of digit cards اللي هم 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. يبقى انا عندي ده مجموعة الديجيت كاردز، هو عاوز هنا smallest 3 digit، اصغر رقم مكون من 3 ارقام اللي هو بنجيب اصغر رقم بنحطه على الشمال اللي هو 1، الرقم الاكبر منه مباشرة اللي هو 2، الاكبر منه مباشرة اللي هو 3. يبقى عندي هنا smallest 3 digit number you can make with a set of digit cards اللي هو 123. في بي بيقول لي what is the smallest 3 digit number you can make with a set of hundreds. بيقول لي what is the smallest 3 digit number، ايه هو الرقم المكون من 3 ارقام you can make with a set of hundreds، ايه هو اصغر رقم تقدر تكونه من مجموعة المئات tens للعشرات and ones ومن الاحاد place value cards. عندي اصغر رقم في المئات اللي هو 100، اصغر رقم في التنس او في العشرات اللي هو 10، اصغر رقم في الونس اللي هو 1، وبالتالي اصغر رقم نقدر نعمله او نكونه من a set of hundreds، من مجموعة المئات tens ومجموعة العشرات and ones ومجموعة الأحاد اللي هو 111. في نمبر 4 بقول لي which number needs to go in each box، ايه هي الأرقام اللي ناقصة في المربعات التالية؟ عندي هنا بقول في نمبر فاضي، بقول لي هنا plus 20 plus 1 equal 421. انا عندي هنا ال1 موجودة وال20 موجودة، يبقى هنا الرقم اللي ناقص اللي هو ال400. يبقى عندي هنا في المكان الفاضي بنحط 400، يبقى 400 بلس 20 بلس 1 تديني
421. عندي في بي دي 100 اللي هي دي 100، وعندي هنا ال 8 بس اللي في النص الرقم ده اللي هو 40، يبقى هنا 40 محطوط هنا في النص، يبقى انا عندي ده 40، يبقى 100 بلس 40 بلس 8 ايكوال 148. عندي في السي ده فاضي، وعندي دي 70 وده 7، هنا 777، يبقى الرقم اللي موجود هنا في ال 100 اللي هو 700. 700 بلس 70 بلس 7 ايكوال 777. عندي في الدي دي 800، وهنا فاضي بلس 5 ايكوال 865. عندي هنا يبقى الرقم اللي ناقص اللي هو 60، يبقى 800 بلس 60 بلس 5 ايكوال 865. في نمبر 5 بيقول لي which is less، مين الاصغر، 400 or 44 tens، how do you know، وازاي هتعرف مين الاصغر في الرقمين دول وازاي انت هتعرف. عندي هنا بنقول 400 اللي هي equal 400 اللي هو 400، وعندي هنا 4 tens اللي هي 44 by 10 equal 440. مين الاصغر في الرقمين دول، 400 ولا 440؟ عندنا طبعا 400 less than 440. يبقى انا عندي هنا 400 less than 440. عندي في بي بيقول لي which is more، مين الاكبر، 800 or 88 tens، و how do you know، برضو نفس الفكره، انا عندي 800 اللي هي 800 بنكتبها هنا 800، وعندي 88 tens equal 88 by 10 equal 880. عندي هنا بقول لي which is more، مين الكبير، 800 ولا 880؟ طبعا 880 is more than 800، اكبر من ال 800، يبقى ال 880 more than 800. عندي في سي بقول لي which is less، مين الاصغر، 2 tens، 2 في العشرات، and 3 ones، و 3 في الأحد، or 3 tens، 3 في العشرات، and 2 ones، و 2 في الأحد. عندي 2 tens and 3 ones، 2 tens يعني 2 في العشرات equal 20، and 3 ones و 3 في الأحد equal 3، 20 plus 3 equal 23. وعندي هنا 3 tens، 3 في العشرات equal 30، and 2 ones و 2 في الأحد equal 2، عندي 30 plus 2 equal 32. عندي هنا بقول لي which is less، مين الصغير، يبقى أنا عندي هنا 23 ولا 32؟ عندي 23 is less than 32. لغاية هنا نكون انتهينا بفضل الله من درس اليوم، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.